بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نرحب بكم في هذا اللقاء، والذي نشكر فيه جميع الجهات التي بذلت جهد كبير في إنجاحه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يكون بإذن الله تبارك وتعالى نافذة إلى مزيد من المعلومات ومزيد من النتاج العلمي والبحث الدقيق، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة والسداد. طبعا عنوان هذا اللقاء هو يعني دورة بسيطة في قضية كيفية الاستفادة أو كيفية أو مهارات البحث في قواعد المعلومات وكيفية الدخول إليها. طبعا لما نتكلم عن هذه القضية نحن نتكلم في الحقيقة عن يعني مكتبة كبيرة وضخمة جدا، وهي المكتبة الرقمية السعودية. المكتبة الرقمية السعودية هي في الحقيقة مشروع ضخم كبير تقوم به وزارة التعليم، ويعني أثمر تكتل الجامعات في فترة سابقة، وهو أن اجتمعت الجامعات فعلا لشراء هذه القواعد أو الاشتراك فيها، وليس شراءها، لأن الشراء يعني الملكية، إنما الاشتراك في هذه القواعد الضخمة الحقيقة والكبيرة. وكانت كل جامعة تدفع مبلغ معين حتى سدد الله جل وعلا ووفق بأن قامت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة المالية بدفع قيمة هذه الاشتراكات، حرصا من حكومة قادم الحرمين الشريفين ولي عهده على العلم وعلى إتاحة هذا الجهد الضخم للباحثين والباحثات في الجامعات السعودية. طبعا لماذا المكتبة الرقمية السعودية؟ طبعا المكتبة الرقمية السعودية كما تعلمون وأنتم أهل البحث والتنقيب، الحقيقة فوائدها كبيرة جدا، فعلاوة على ما يتميز به الكتاب الإلكتروني في شتى النواحي، فكذلك هناك فوائد كبيرة جدا. طبعا هناك فوائد للكتاب الإلكتروني من السرعة وإمكانية البحث، وهذه كلها معروفة ومتقررة، لكن المكتبة الرقمية السعودية فعلا فيها ميز كثيرة جدا، ومن أهم الميز فعلا التي يحتاجها الباحث هو أين وصل البحث في أي مسألة كانت، ما النتائج، ما آخر البحوث، كل هذه بإذن الله تبارك وتعالى تجيب عليها المكتبة الرقمية السعودية. في الحقيقة يعني هناك سؤال، يعني كم مدة الدورة؟ احنا بإذن الله نحاول تكون يعني من الساعة إلى الساعتين أو إلى الساعة ونص بأقصى يعني مدة، لكن إن شاء الله إن استطعنا أن نلم الأمور بسرعة فقد يكون في حدود الساعة بإذن الله تبارك وتعالى. نعود إلى الحديث عن المكتبة الرقمية السعودية. الحقيقة لكم أن تتخيلوا أيها الإخوة أنها في بعض قواعد البيانات قبل أن تصدر بعض المجلات يكون فعلا البحوث التي فيها موجودة على المكتبة الرقمية السعودية، فهذا شيء يعني الحقيقة يعتبر إنجاز. ولك أن تتخيل أنك يعني مثلا كأنه نقول فقط في مجال البحث العربي، لك أن تتخيل أنك تبحث على مستوى جميع الناشرين وعلى جميع مستوى الدول العربية، يعني كل ما أنتج في أي مؤتمر في أي مجلة في أي بحوث كانت في أي نشر كان ستجده يعني بين يديك مهيئا، وناهيك عن بقية يعني الناشرين الآخرين. طبعا فلذلك الحقيقة المكتبة الرقمية السعودية يجب على كل باحث الحقيقة أن يهتم فيها اهتمام كبير جدا، وأن تكون نصب عينيه، وهي ستوفر له معلومات كبيرة جدا جدا. ما أدري يقولون الشاشة سوداء،
ما أدري هل هذا عند الجميع ولا ما أدري، يعني في واحد يقول الشاشة واضحة الحمد لله. طيب جميل، بارك الله فيكم. طبعا كيفية الدخول، أولا نبدأ في كيفية الدخول. الدخول سهل جدا، طبعا تدخل من المنزل، من المكتب، من أي مكان، من الجوال، يعني هذا متاح الحمد لله. طبعا الدخول سيكون عن طريق الأيقونة هذه اللي هي مكتبات أو المكتبات، ندخل معها. طبعا يمكن لي ليست واضحة، عنده مشكلة في الجهاز الكمبيوتر، لكن الأغلب يقولون نعم الشاشة واضحة يعني. نعم أي نعم. الآن لما تدخل على المكتبة، موقع عمادة شؤون المكتبات تدخل عليه، طبعا مهم جدا هذا أنك تدخل من عمادة شؤون المكتبات. لماذا؟ لأنك إذا دخلت من هنا تستطيع الدخول على كافة قواعد البيانات، بينما لو دخلت أنت من جوجل لن يعني يصير العملية فيها صعوبة، ويعني قد تتاح لك بعض قواعد المعلومات وقد لا تتاح لك البعض الآخر، فهذه مسألة مهمة جدا. طبعا عندنا أيقونة احنا حطيناها حتى تكون واضحة، لأنه عندنا أيقونتين. الأيقونة هذه المكتبة الرقمية السعودية تشوفونها في الأعلى بعد الرئيسية فهرس المكتبة، تيجي المكتبة الرقمية ليش السعودية. احنا أيضا من باب التسهيل والإيضاح جعلنا هذا كذلك هنا، جعلنا شو اسمه أيقونة حتى نسهل عملية ليش الدخول. الآن ندخل، طبعا لابد من إدخال الاسم المستخدم وكلمة السر. طبعا أنا بستخدم كلمتي، طبعا بعدها تدخل الرقم، طبيعي جدا كأنك تدخل لأي خدمة من خدمات الجامعة. طبعا لما ندخل، أيوة أنتم تلحظون الآن عمادة شؤون المكتبات جامعة الملك خالد، المكتبة الرقمية السعودية. هنا يقول قواعد البيانات المتوفرة اللي هي ليش المكتبة الرقمية السعودية، انقر هنا. نقوم بهذا، هذه الخطوة. الآن دخلنا على موقع المكتبات، المكتبة الرقمية السعودية. المكتبة الرقمية السعودية طبعا هذه الأيقونة اللي ظاهرة هنا، هذه أيقونة مهمة يعني للذي يريد يستفيد الحقيقة. طبعا في دورات تقدمها المكتبة الرقمية السعودية عن بعد، ويعني مجانية كذلك، وبإمكان أي واحد يعني أن يخش عليها ويعني يستفيد من إيش من خدماتها. طبعا لعلنا إن شاء الله في نهاية الجلسة ممكن نشير إلى هذا العملية. طبعا عندنا المكتبة الرقمية السعودية هنا محرك بحث كما تلاحظون اسمها البحث الموحد. طبعا البحث الموحد هذا الحقيقة لا يصلح إلا لمن يستخدم القواعد الأجنبية، هو محرك بحث كبير ولكن لم يربط بعد مع قواعد المعلومات العربية، وبذلك إذا بحثت أنت فيه لأي موضوع عربي محتوى عربي فلن تجد فيه بغيتك. والأفضل في مثل هذه الحالة أنك تدخل مباشرة اللي هو أنا أقصد به ليش قواعد المعلومات ليش العربية، قواعد المعلومات العربية تدخل لها مباشرة، هذا هو الأفضل. أما هنا في البحث الموحد هنا يختص في الحقيقة أو يفيد بمعنى أدق، يفيد في قواعد المعلومات الأجنبية. والحقيقة أنا فيما لمست من الإخوة الزملاء يعني نعم الأجنبي دائما، يعني هم في أسئلة هنا يقولون دراسات عليا اللغات في الترجمة يدخلون من البحث الموحد. نعم يدخلون ويبحثون في البحث الموحد، ممتاز جدا لهم، لأنه الحقيقة يعني أصبح إن استطعنا أو صح التعبير إن الحقيقة المكتبة الرقمية السعودية طبعا هي تعمل معك ربط، مع تدخل عن طريقها للربط مع قواعد المعلومات المتوفرة فيها أو المشتركة فيها، سواء كانت عربية أو كانت إيش أجنبية. لكن المحرك هذا هو محرك الحقيقة
يختص بالقواعد الأجنبية، وبالتالي ما صار ربط بينه وبين قواعد العربي، فبالتالي لن يفيدك في قضية ليش البحث العربي. وسنتكلم إن شاء الله عن البحث الموحد، وندخل عليه وندخل على القواعد الأجنبية ونشوف يعني بإذن الله. لكن نبدأ بأول يعني طريق في عملية البحث، اللي هو عملية إيش؟ البحث في قواعد المعلومات العربية. يعني ننصح لكل من يريد البحث في القواعد العربية أن يتجه مباشرة إلى القواعد نفسها، يبحث في نفس القاعدة أو قاعدة المعلومات الموجودة. نعم، الصوت واضح طبعا، ها؟ نعم. طيب ندخل الآن إخوات، تفضلوا معي، خلوكم معي. أيوة، ندخل الآن لقواعد المعلومات ليش العربية. طبعا الكلام لما أتكلم أنا هنا عن العربية هو نفسه بيكون بإذن الله تبارك وتعالى في الأجنبية، يعني نفس الأيقونات، نفس طريقة البحث. يعني سنتكلم بنوع من الإيضاح إن شاء الله، ونضرب أمثلة وننطلق بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا هنا الكل موجودة، جميع القواعد العربية هذه هي موجودة، لكن ممكن إنك تختار مثلا تبغاها بحرف الباء. يعني تعرف أنت قاعدة بحرف الباء تبدأ، يعني بتوفر على نفسك، تضغط حرف الباء يوفر لك كل القواعد اللي فيه إيش في حرف الباء، حرف الصاد، حرف القاف، كاف، لام، ميم، يعني زي كذا. نعم، لكن عموما هي ممكن انك تدخل بهذه الطريقه، يعني تبحث بحيث انه يقلل عندك المحتوى هذا الموجود كذا مليان. لكن لا، ممكن انك تكون تاخذ بعض الايش القواعد الموجوده هنا، يعني تلاحظ هي متنوعه الحقيقه. في المنهل فيه بنك المعلومات العربي، فيه طبعا بنك معرفة الاقتصاد والتسليم التمويل الإسلامي، غيرها من الليش من القواعد. طبعا لما احنا نتكلم يا اخوة عن المكتبة الرقمية السعودية، مكتبة هائلة جدا، عندك لك ان تتخيل انه يوجد فيها اكثر من 310 الف كتاب موجودة. اي نعم، ناهيك عن اكثر من 162 الف مجلة ودورية، يعني لك ان تتكلم عن الاف الافلام، لك أن تتخيل آلاف الأفلام الوثائقية، آلاف المقاطع، آلاف الأشياء التعليمية بشكل ما تتخيل، أو قواعد متخصصة في هذا الأمر. يعني لاحظوا، خلونا نبدأ مثلا، لو نقول ديو سير، هذه قاعدة المعلومات التربوية أديو سيرش، ندخل مثلا كمثال، وبندخل على أكثر من قاعدة. لاحظوا معي يا إخوة، خلوكم معي في هذه القاعدة مثلا، ممكن تبحث مباشرة، بنتكلم عن مسألة البحث، وممكن إنك تدخل بنفس ليش الموضوع اللي تبغاه. مثلا علم النفس، لو دخلنا مثلا علم النفس مثلا وضغطت عليه، ستجد هناك عناوين كبيرة ممكن وكثيرة جدا، يعني لك أن تتخيل هذه النتيجة، واحد اثنتين ثلاثة أربعة إلى ما لا نهاية يعني الحقيقة. طبعا ممكن أن تبحث في، تحتاج مثلا مجلة رسالة، مجلة العلوم الاجتماعية، مجلة البحث في التربية وعلم النفس، جامعة الميناء مصر، زي كذا. ممكن تخش بهذه الطريقة. ممكن نرجع دقيقة واحدة إلى أيقونة البحث، أو نخش مباشرة كذا. أيوة، طبعا ممكن أنت ما تختار أي تخصص تريده، ستجد فيه القواعد، أو تجد فيه الكتب الموجودة، أو المقالات، أو المؤتمرات، يعني تخيل هنا أيقونة تقول تصفح جميع المجلات والمؤتمرات، يعني شيء كبير. تصفح بواسطة العنوان، ممكن تختار الألف حسب البداية، الباء، التاء، الثاء. طبعا هنا لما نجي احنا، ودي أشيل هذه شوي بس خليكم معي. أيوه كذا كويس، أيوه هنا جيد. طيب لاحظوا معي يا إخوة، ممكن هنا مثلا لو قلنا تقنيات التعليم،
طبعا ممكن انك طبعا تقنيات التعليم اما ان تكون في جميع الحقول، يعني يكون عندك العنوان، ممكن يكون العنوان بس تبغى في عنوان تقنية التعليم او عنوان مجلة معينة، مثلا مجلة متخصصة، مثلا مجلة مثلا جامعة الملك خالد او كلية التربية بجامعة الملك خالد او علم النفس او غيره، او بمؤلف معين او موضوع او بجميع الحقول، هذا يرد. يعني شوف، لاحظ لما كتبت تقنيات التعليم، طبعا هناك دربة وأنتم باحثين يعني ما يحتاج أني أؤكد عليها، اللي هي قضية أنك تستطيع أنك تحدد، يعني تستطيع أنك تقلص نتائج البحث كما تريد، وتستطيع أنك توسعها. فأنا إذا قلت تقنيات التعليم سيكون موضوع بحث كبير جدا، وبيطلع لي نتائج كبيرة جدا، وأستطيع أني مثلا أقول تقنيات التعليم مثلا في المملكة أو في مصر أو في السودان أو في المملكة المتحدة أو غيرها. يعني أنا أستطيع أني أحجم نتائج البحث كما أستطيع. نعم، وطبعا بعد ما نشوف الآن، لاحظوا معي، بنبحث كلمة تقنيات التعليم. أيوة، شوف النتائج، يعني طلعت لنا هنا يعني 1747 نتيجة، 1747 إيش نتيجة. طبعا هذه النتائج نتائج موجودة، طبعا إما أن تكون في كتب أو رسائل جامعية أو يعني شيء تذهل الحقيقة منه. طبعا لو تلاحظون معنا تضييق نطاق البحث هنا في الجهة اليسرى، خلاص إذا تبغى النص الكامل يجيب لك النص الكامل، لأنه بعض الأحيان مثلا هنا لاحظ هذا موجود، النص موجود هنا في أول نتيجة لتقنيات التعليم ودورها التربوي مثلا، خلاص، حولية كلية المعلمين في أبها السعودية لمحمد سيف الدين محمد مثلا، هذه موجودة وتلاقيها موجودة بي دي اف. هناك سؤال يقول هل يمكن، نعم، هل يمكن فتح المكتبة في أي مكان؟ نعم، بالنسبة للأخوة اللي يسألون عن اللغة الإنجليزية، نعم أستطيع بعد شوي، بس خلونا ننتهي من هذا، لأنه أصل نفس الكلام اللي هنا هو هناك، سنشير إليه إشارة سريعة ونمضي. لكن لاحظوا معي الله يحفظكم، هنا البي دي اف موجود، ممكن نفتحه عادي جدا، بيطلع الآن، بيحمل، يبدأ يحمل. طبعا التحميل هذا ما هو تحميل نهائي عندك في الجهاز، بعدين انت تنزله في الجهاز اذا احتجت، ولذلك الان تتصفح ليش؟ الا تلاحظون معي دقيقة واحدة يجي الفتحة. ايوه تشوفوا، ايوه لاحظ، هذا هو ليش المقال، هذا هو المقال موجود، نعم كاملا، نعم، وفيه معلوماته كاملة. طبعا هنا أيقونة مهمة برضه، يعني بعض الأحيان أنت تبغى في بحوث ومقالات، يقول لك عندك هنا مثلا 1267 نتيجة، هذه بحوث ومقالات، يعني مجرد ما نضغط عليها خلاص يبدأ يحملها الآن، بيرتبها، بيعيد الترتيب، بتشوفون الآن هتغير الترتيب تماما، بس انحصر البحث في ليش؟ في البحوث والمقالات. ممتاز، هذه مهمة جدا، لأنه نفس الكلام هذا سيكون في القواعد ليش؟ الإنجليزية، ولذلك يعني اللي يركز معنا هنا سيعرفها تماما مباشرة هناك في قضية ليش فلترة النتائج هناك. بعض الأحيان تبغاها بس بحوث ومؤتمرات، عندك 218 بحث، يعني كان في بحوث، كانت البحوث في بحوث ومؤتمرات. نعم شفت كيف الآن طلع ليش المحتوى بهذه ليش الطريقة. نبغى رسائل جامعية، عندنا 199 رسالة جامعية الآن، بيحمل المحتوى، نعم نشيل هذا، ممكن ونشيل هذا مثلا، نبغى نقف بس فقط على الرسائل الجامعية. الصوت واضح يا إخوة؟ فيه ناس يقولون انفصل الصوت. أي الحمد لله، الصوت واضح الحمد لله. لاحظوا معي هنا رسائل جامعية، واضح، شوفوا كيف لما اخترنا فقط الرسائل الجامعية بيعطيك الرسائل الجامعية. طبعا انتم تعرفون بعض الرسائل الجامعية متاحة
وهذه ترجع للباحث، يعني مثل هذه الرسالة واقع تقنيات التعليم مثلا لمبحث الدراسات الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي. شكرا لكم، الحمد لله، أشكركم على التفاعل، الصوت واضح الحمد لله. طيب الآن لاحظ معي أنه طبعا قد تتاح لك هنا كاملة، وهذا شيء جيد الحقيقة. طبعا الآن المكتبة الرقمية السعودية يعني خطت خطوات جيدة في هذا الباب، يعني الآن تطالب جميع الجامعات السعودية بأن ترفع جميع محتوياتها من الرسائل الجامعية على المكتبة الرقمية السعودية، ويعني إحنا بدأنا في خطوات مثل هذا بالتنسيق مع الدراسات العليا. طبعا جميع الملحقيات الثقافية في الخارج لابد أصبحت تلزم الطالب بأنه يرفع جميع الرسائل، وهذا إن شاء الله بيكون يعني بمر عليه وتشوفونه يعني بعض الأشياء. فلاحظ هنا حتى الخاتمة موجودة، بعض الأحيان يكون هناك تحفظ من الباحث ما يبغى، مثل هذا الرجل يعني هذا لاحظوا معي أنه بس ما أعطاك معلومات كثيرة جدا، لكن أعطاك إيش؟ صفحة العنوان، قائمة المحتويات، وهذا مهم أنتم كباحثين تعرفون هذا، 24 صفحة الأولى يعني قد تحتوي على خطة البحث ومنهجه وزي كذا. فيعني فهذه الأيقونات الحقيقة، عفوا خليكم معي في الجهة اليسرى هنا مع المؤشر، تجد أنه فعلا ممكن بالليش بالرسائل. طيب عروض كتب نشيل هذا، لحظات الآن يحمل وبيعطيني نفس القضية، لاحظ أيوة نشيل هذه الرسائل الجامعية عشان إيش يتحدد البحث أكثر. أيوة لاحظ، شفت كيف؟ شوف لاحظ هنا، هنا تقنيات تربوية حديثة، هذا موجود كتاب أيوة صادر عن مجلة التطوير التربوي في سلطنة عمان، يعني هذا لاحظ هذا من الكويت، هذا من الإمارات، يعني لاحظ يعني شيء عجيب، هذا من ليبيا، هذا من الكويت، يعني الحقيقة في تنوع عجيب وكبير الحقيقة. أين فهنا ممكن نكيش هذا بالطريقة تريد أكثر؟ نعم في أكثر، في عرض يعني نصوص أدبية، عروض أبحاث، عرض رسائل، طبعا هذا نوع المحتوى الكلام فيه عن نوع ليش المحتوى، قد يكون بحث، قد يكون مؤتمر، يعني لك أن تتخيل مؤتمر ما حضرته ممكن تطلع على جميع أوراقه البحثية المطروحة موجودة ومتوفرة، هذا شيء يعني الحقيقة كبير جدا. يعني أنا أعرف أنه لكم أن تتخيلوا أنه يوجد في بعض قواعد البيانات من عام 1924 إلى ما لم يطبع ورقيا إلى الآن، يعني لكن تتخيل لسه باقي في المطابع في بعض المجلات، بعض البحوث وبعض المؤتمرات، ويكون موجود على المكتبة الرقمية السعودية. فهذا يعني صراحة يعطي نوع من الإثراء العلمي الكبير جدا، يقدرها فعلا كل باحث. طبعا قد تكون أنت تريد البحث بالقاعدة، قاعدة البيانات، هذه أديو سيرش، هذه القاعدة التربوية، في قواعد أخرى عربي بيس أو غيرها من قد يكون البحث بالمؤلف، والله أنا أبغى المؤلف الفلاني، هذا يعني فلان فلان أقل أكثر حسب المؤلفين اللي هنا، ممكن حسب إحنا نتائجنا هنا بسيطة جدا لأنه حطينا بالكتب بكمية قليلة الحقيقة، لكن لو رحنا هنا وحطينا عرض كبير جدا بأكثر المؤلفين عندنا. نعم فهنا مؤلف بالمؤلف، ممكن لك أن تتخيل بسنة النشر، والله أنا ما أبغى صراحة إلا يعني نلاحظ، أشوف هنا مثلا شفت كيف كثروا الآن المؤلفين، لاحظ كل المؤلفين اللي في المنطقة هذه في منطقة البحث كلهم موجودين الآن هنا، والله أنا أبغى أشوف يعني أقل يعني نعمل أي نعم. فهذه أيضا من الأشياء التي تضيق نطاق ليش البحث، تضيق النطاق، وأيضا بعض الأحيان تفيد فعلا،
في بعض الأحيان أنا أحتاج والله آخر ما نزل يعني من بحوث حول الموضوع هذا، والله عندي 2018 أشتري على 2018 ستخرج ال 2018، لأن عندك بعض الأحيان 1700 وين يعني كمية كبيرة، بعض الأحيان يصل إلى 3000 4000 5000 نتيجة. بالتالي إذا ما استطعت أنت أنك تقلص، طبعا التقليص هذا اللي في اليسار هذا كله الحقيقة معين في تصفية ويعني تضييق نطاق ليش البحث، لكن أيضا هناك مهارة أخرى اللي ذكرتها أنا في البداية، أنه فعلا تحاول أنك تضيف يعني في عنوان بحثك أو في الجزئية التي تبحثها ما يحدد البحث، تقنيات التعليم مثلا في كذا، تقنيات التعليم التربوي، تقنيات التعليم مثلا التقني، يعني الواحد يستطيع بشتى المجالات أو بطريقة كتابة العنوان هنا يستطيع إن إيش. طيب الصلاة بنتوقف إن شاء الله شوي كذا، بس دقيقة واحدة أختم وبعدين نعطي 10 دقائق ونكمل إن شاء الله، نبدأ إن شاء الله، لأن الحقيقة قلنا 10 دقائق بس يبدو ما هي كافية، فجاتني بعض الطلبات من بعض الزملاء بأن تكون ربع ساعة. طيب نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طيب نبدأ، طبعا إحنا وصلنا يا إخوة بعد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلى سنة النشر. هذا أيضا من الأشياء المهمة لكثير من الباحثين، يعني طبعا تختلف العلوم في أنتم أهل العلم وأهل البحث، فهناك من يهتم فعلا أو مقتضى تخصصه فعلا أنه ما يكون يركز إلا على آخر البحوث الموجودة، وبعض الأحيان في بعضها مؤثر جدا للتاريخ، فطبعا لك أنك تختار من هذه النتائج حتى تقلل السنوات اللي تريدها. طبعا هناك ممكن تختار من سنة كذا إلى كذا، يعني مثلا أنتم تلاحظون في سنة النشر هنا أنه يقول لك مثلا 2018، طيب أنا والله ودي ب 2018 17، ممكن أكثر، ممكن أقول مثلا من 2000 وكذا إلى مثلا 2001 إلى 2007 مثلا زي كذا، فهذه أيضا أيقونة موجودة. طبعا هذه بتكون مفيدة لما تكون النتائج ضخمة ضخمة، لما تكون النتائج ضخمة وكبيرة مفيدة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب فيه عندي جزئية مهمة جدا أنا أتمنى أن نعمل لها هنا تطبيق. طبعا في بعض المحتويات أو بعض البحوث الحقيقة مخدومة جيدا يعني من قاعدة البيانات، بعض الأحيان يكون ما في، مثل يعني لاحظوا هنا تلاقي التعليم المدعوم بالتقنيات، المصدر قال الرصد الدولي السعودية، طبعا مثل هذا تلاقيه ما هو موجود، لكنه يعطيك فكرة عن مكان البحث وأنت ممكن تصل إليه، أنت تعرف نوع المحتوى صفحة كذا إلى صفحة كذا، هذا مفيد لك يعني كأنك تبحث أنت بنفسك عنه، لأن لا يوجد محتوى متاح يعني على المكتبة الرقمية السعودية، إنما هي موجودة لك عنوان البحث وأيضا المصدر له أيضا تاريخه زي كذا، معلومات مهمة تفيد البحث ويمكنها الوصول إلى الجهة التي أصدرته، لأنه بعض الأحيان يكون حقوق الملكية يعني فيها نوع من التحدي الحقيقة، وأنا الحقيقة المكتبة الرقمية السعودية بذلت جهد كبير في هذا الموضوع ترى، وأنتم أعلم بهذا الأمر مني، أنه الحقوق الفكرية ليست بالأمر السهل. نعم نواصل الآن. تقنيات، خلونا نأخذ هذا المثال ونمشي، اللي هو تقنيات التربية والتعليم في السودان مثلا كمثال هذا، لأنه الحقيقة فيه، أو نأخذ تقنيات التعليم وتطبيقاتها في المناهج مثلا، هذا من جمهورية مصر العربية، تلاحظ أنه موجود هنا بي دي إف، هذا صورة موجودة بي دي إف، ايضا قد ياتيك النص بعض الاحيان، هذا طبعا انتم تعرفون انه البي دي اف هذا بيكون صوره ما يمكن نفكه، يطلع عليه الباحث ويحمله، نحمل هذه زي المره الاولى، لاحظوا معايا بيكون نص ما تستطيع انت ايش
تحمله، يعني يمكن بعضهم عنده برامج قوية مثلا تحول أو تقرأ البي دي اف يندر هذا الحقيقة، وبعض الأحيان ما يكون الترجمة دقيقة فيما أعرف يعني بحسب معلوماتي. طبعا هنا تلاحظون أن جايبينه هم من دار المنظومة، طبعا بينهم اشتراك، يعني مثل هذه القاعدة، القاعدة التربوية هذه داخلة مع قاعدة أخرى وهي من أفضل القواعد الحقيقية اللي هي دار المنظومة. تلاحظون هنا العنوان موجود، المصدر، المؤلف، المجلد والعدد، هل هي محكمة المجلة ولا ما هي محكمة، نعم، التاريخ الميلادي، الشهر يناير، كل الصفحات، رقم التصنيف الجمهوري على مستوى الجمهورية عندهم، هذا هو موجود. يعني عندنا احنا الردمك، نوع المحتوى، اي نعم، المواضيع، السياسة التعليمية، البرامج التعليمية الى غيره. هذا في رابط، ممكن تدخل على الرابط وتجد ان هنا يعني تجده موجود. نعم، في من يقول دار المنظومة من أروع المواقع، نعم صحيح، وبندخل عليها برضه لأن الحقيقة فيها شغل كبير. يعني لك أنت تتخيل دار المنظومة هذه فيها أكثر من 100,000 رسالة علمية، رقم مهول الحقيقة، رقم مهول، يعني شيء غير طبيعي ما شاء الله تبارك الله. لاحظ إذا هذا عندك بالبي دي اف وموجود كأنك تقرأ في نفس ليش المجلة. بعض الأحيان يتيحون لك فرصة ليش تكون فعلا قاعدة البيانات اشتغلت، ولذلك يمكن تلاحظ هنا شغل المنظومة شغل جيد، يعني أنه يتيحون لك هذا النص كذا، يعني موجود النص ممكن أنت تشتغل على النص. ولذلك شوف لاحظ تقنيات التعليم، أي تروح أنت تعمل مثلا تبغى تأخذ مثلا تعريف معين مثلا أو مصطلح معين، أو تريد أن تنقل عبارة، يعني مثلا تقول وقد أشار مثلا إليه في أشارت إليه الباحثة فاطمة رميح كذا، تشيل ممكن تشيله كذا، تعمل له نسخ وتفتح الورد مباشرة وتسوي له لزق، قص ولزق مباشرة، وممكن تستفيد منه. ممكن أنت والله ما تحتاج كمية معلومات كبيرة جدا، ممكن تأخذ منه بعضه، لكن طبعا هذا في العزو فيه مشكلة علمية. أي نعم، المشكلة العلمية في العزو كما تعرفون، يعني لما تجي تبغى تقول في الجزء والصفحة صعب، هنا صعب هنا لأنه مختلف، لكن في الصورة لا أبدا، هو يعطيك بالجزء والصفحة، يعني أنت فعلا تعزو عزو دقيق. نعم طبعا هذا نفسه هو بالبي دي اف يعني كنص موجود. فمثل هذا إذا جاء النص التفاعلي هذا ممكن يعني بعض الباحثين ما عنده أي مشكلة فيتيحها بهذا المستوى طبعا، وبعض الباحثين يتيحها، لكن بعض الأحيان قواعد المعلومات نفسها التي يعني لها حلق الملكية تكون فعلا ما خدمتها إلا بس بجانب الصورة. نعم يعني الحقيقة الموضوع هذا يكتنفه عدة يعني أسباب معينة، بعضها متعلقة بالباحث وبعضها متعلقة بنفس قاعدة البيانات. هذه الحقيقة مجمل الأمور التي ممكن إيش أن نشير إليها. نعم طبعا هنا أنت برضه هنا يقول ترتيب الصلة، هذا مهم جدا أيضا من الأيقونات، هي قريبة من هذه لكنها يعني الصلة، تريد أن توفر النص الكامل، هذا بيشيل لك مثل هذه الأشياء، هذه غير متوفر النص الكامل هنا ما موجود يشيل لك، ممكن يرتب لك هذا بتوفر النص الكامل، يصير هذا في الأخير مثلا، يجي موجود لكن يكون في الأخير، يجيب لك أنت ليش النصوص الكاملة يرتبها لك ترتيب. ممكن تبغى بالتاريخ تصاعديا يجيب له، الأحدث إضافة يجيبه، المؤلف، العنوان، بهذه الطريقة. فهذه مجمل ليش الأشياء المتعلقة بآليات ليش البحث. يقول هنا في سؤال يقول نص البي دي اف هل يمكن النسخ؟ لا، البي دي اف نعمل له تحميل مباشرة، يعني انت تلاحظون مثلا هذا، لاحظ احنا نحمله، هذا وين راح؟ بيجي الآن، احنا في انتظار طبعا، بيجي الآن، ايه شوفوا لحظة عندي هنا في أسفل الشاشة تفتحه، ايوه شوفوا بي دي اف، هذا ممكن انك ايش تتعامل معه
لحظات بالله دقيقة بس كذا اسحب هذه الأيقونة. اي لاحظ شفت ايوه ممكن هنا تعمل له طباعة مباشرة ممكن هذا وارد ممكن ايش تعمل له تحميل تنزيل تنزله. طبعا هناك بعض القواعد المعلومات تتيح عملية المشاركة ممكن انت ترسله بالليش بالايميل وهذا ما هو في كل القواعد حقيقة. نعم في سؤال يقول معلش انا داخل بالاسئله حتى نجاوب اسرع بشكل اسرع بعض الحين يقول هل يمكن فتح الموقع من البيت؟ نعم من البيت ومن الجوال ومن كل مكان الحقيقه بس يكون عن طريق موقع العماد عماد الشؤون المكتبات في الجامعه. نجي هنا لدار المنظومه الحقيقه دار منظومه ضخمه الحقيقه ورائعه جدا وفيها تركيز على قواعد المعلومات وعلى الرسائل ليش الجامعية الرسائل الجامعية فيها الحقيقة شغل جيد. طبعا ما تختلف كثيرا عن القاعدة التربوية في ايش في في ايش اسمها في 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 البحث فيها. يعني مثلا لو قلنا نبحث في مثلا المعاملات المصرفية مثلا المصرفية مثلا ايوه نبدأ مثلا احنا نبحث لاحظ يعني كم طلعت لك هنا نتيجة اكثر من 623 ايش نتيجة اين يعني شوف هذه مثلا المعاملات المصرفية بواسطة الهواتف النقالة طبعا هذه رسالة اين في الجامعة جامعة الشرق الاوسط. لاحظ هنا البحث في المعاملات المصرفية مجلة البحوث الإسلامية السعودية. لاحظ هنا يعني لو الباحث بس كذا ب واحنا يعني باحثين نعرف هذا الامر يعني فيه من الصعوبه بمكان الحقيقه ويلزم يعني لما انت تبغى تبحث فعلا وتدرك اطراف الموضوع وتلم بجميع جزئياته ويعني عمليه تاخذ منك وقت كبير جدا كما تعلمون يعني تفنى فيها الاعمار وهذه من نعم الله تبارك وتعالى يعني فقط إدخال بسيط لثواني معدودة وإذا يعني موجود عندك كمية مهولة يعني إذا كانت تتخيل لو بتراسم وزارة الأوقاف هناك في الكويت وهذه في السعودية وغيرها بتجي يعني في مصر يعني شيء يعني تفنى دونه الأعمار الحقيقة وكله يجتمع يعني في بين يديك فهذه والله نعمة كبيرة. يعني لاحظ هنا الحكم الفقهي للاعتمادات المستندية في المعاملات المصرفية سعيد أحمد صالح فرج في ماليزيا أي نعم. وأيضا هنا يوجد المستخلص يعني يعطيك يعني فكرة عن الموضوع يعني هو حقيقة حسب الباحثة أو حسب ما وصلوا إليه هم في 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 الموضوع هذا. يعني بعض الأحيان يكون الباحث فعلا مقدم جميع أوراقه يستفيدونهم منها. نعم الصوت واضح إن شاء الله. طيب هذا المستخلص يسأل واحد يقول أحد الأخوة يسأل ليش المستخلص لاحظة يعني لو تفتح المستخلص بيعطيك يقول لك حصل كذا 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 وهنا لاحظوا يعني ممكن أنك تدخل مباشرة على ليش بالكود مباشرة يعني تسوي له مسح وتخرج بتدخل على نفس الضابط أو عفوا على نفس الضوابط هذه أو الأحكام الفقهية أو هذا البحث نفسه. نعم نعم بغيت الصورة موجود طبعا التصنيف فين هو يقع في الفقه الإسلامي الأحكام الشرعية المعاملات المصرفية الاعتمادات المصرفية المستندية يعني تدخل في علوم الشريعة كذلك وعلوم العلوم المالية والصرافة الإسلامية. اي نعم هذا مثلا كمثال يعني نرجع للجزئية اللي قبلها اي نعم هذا يعطي نعم يقول ارسلت لي روابط لبحوث من دار المنظومة إلى بريدي وعندما أريد الضغط على الروابط اللي أفتحها لا تعمل فما السبب؟ السبب أنه غير متيحة ما تحت لك دار المنظومة يعني ما أدري من كيف أرسلت لك يعني ف
فهذه مهمة ترى، يعني بعض الحين لازم الدخول مع من اليوزر، يعني أصلا هذا ما يمكن، الخدمة خدمة المكتبات الرقمية السعودية ما تتوفر لأحد إلا لأعضاء التدريس في الجامعات وللطلاب يعني والموظفين بس فقط. يعني مثلا واحد من برا مثلا ما من الصعب أنه يدخل، إلا إن كان يعمل اشتراك، اشتراك باهظ الثمن حقيقة يعني كبير جدا، وممكن يشترك في قاعدة بيانات واحدة مثلا يعني جهة معينة ممكن، لكن بيكون الحقيقة مكلف جدا. يقول لا تعمل من البيت، طبعا فيه إشكالية مهمة أن يدركونها الإخوة، يعني مع أني ما أريد أن أنا نخرج عن إطار البحث والكلام عن البحث، لكن برضه هذه مسألة مهمة جدا. يعني بعض الإخوة يسأل يقول أنا ما أدخل من البيت، إيش المشكلة؟ أيوة المشكلة تكون أنه بعض الأحيان تحتاج أنك المتصفح حقك تحدثه كويس، هذا جزئية مهمة. بعض الأحيان تحدثت المتصفح بس ما يخش، الإشكالية تكون في أنك واضع بعض الأحيان حماية قوية على الجهاز الحاسب، وإحنا كلنا نفعل هذا علشان ما يصير فيه فيروس وكذا، لكن الإشكالية أنه لما أنت تعمل حماية قوية بعض الأحيان بعض البرامج الحماية حق التابعة للجامعة تمنع دخولك، تمنع دخولك لأنه يعني احتياطا وكذا. فبالتالي إيش الحل؟ الحل أنه أنت عطل الحماية، عطل الحماية فترة ما أنت تريد تبحث، ممكن تسوي لها تعطيل من عندك من الجهاز، طبيعي جدا تسوي لها تعطيل مؤقت وتدخل، طبيعي جدا يعني يحصل هذا. يقول من حياة عثمان ألا تتوفر بحوث بالإنجليزية؟ إلا بالعكس، هي قاعدة كبيرة جدا يعني. نعم طيب بالنسبة لي مثلا نقول هذه نتائج البحث وهذه الطريقة التي تكلمنا عليها. طبعا هنا لك أن تتخيل هنا قواعد بيانات معينة مشتركة فيها هذه الدار، هذه دار منظومة، احنا بس في وحدة بس من القواعد. نعم لاحظ المجلات، يعني لو تدخل المجلات تشوف شيء مهول، المؤتمرات يعني شيء ما يتخيله متخيل، يعني تخيل المؤتمرات مثلا، شوف قوائم المؤتمرات، يعني شوف القائمة مثلا هنا، شوف كيف المؤتمرات كلها موجودة، هذه كلها موجودة، هذه مؤتمرات قيمة وكل أوراقها البحثية موجودة، يعني شيء مهول. شوف تخيل معي بس هذه ليش قوائم المؤتمرات الموجودة في هذه قاعدة البيانات الواحدة التي لا يعني تعتبر جزء بسيط الحقيقة من المكتبة الرقمية السعودية، يعني شيء مهول. يعني لاحظ معي، يعني لاحظ هنا لو نجي للمجلات مثلا، شوف المجلات مثلا بس تخيل القائمة، يعني مثلا فيديو سيرش، شوف لاحظ هذه مجلات كلها تربوية، شوف كلها موجودة هنا، كلها موجودة، يعني شيء عجيب، يعني كم يوفر على الباحث. وابدا يعني تقوم القاعدة البيانات هذه بالبحث لك بحث دقيق يعني عن الموضوع بدقة متناهية، فهذه الحقيقة يعني جهد كبير جدا، جهد كبير. يعني لاحظ هذه المؤتمرات، هذه القواعد، يعني تخيل شوف كيف هذه، طبعا تداخلات بينهم، هم قواعد المعلومات داخلين مع بعض القواعد الأخرى. هنا شوف لاحظ قاعدة المنظومة للرسائل الوصف، يعني بس نخش بس كذا نعطيكم، بس لما أقول لكم قبل قليل أنه 100,000 رسالة حقائق وأرقام، يقول لك هنا يوجد أكثر من 100,000 رسالة ماجستير ودكتوراه وطروح علمية موجودة داخل المنظومة هذه، وأكثر من 170 جامعة وكلية في أنحاء الوطن العربي. نوع المواد المتاحة قال رسائل دكتوراه وماجستير وبحوث تكميلية، يعني الحقيقة شيء غير طبيعي ما شاء الله، يعني
مفيد وكبير وحقيقة جهد ضخم وجبار. هنا ننتقل بشكل أخير سريع يعني، بس نبغى نخش على قاعدة القواعد العربي. معلش بقي عندنا قاعدة كذا بس علشان ما واحد يصير عنده إشكالات يعني. لاحظ معي هنا مثلا قاعدة المنهل، برضو قاعدة تهتم بالرسائل وبالبحوث. أيوة، ولكن ليش اخترتها؟ أنا اخترتها لأنه الحقيقة يعني تلاحظ البحث فيها يعني مختلف نوعا ما، لكنه نفسه يعني. لو قلنا تقنيات بنحصل نفس، مثلا نقول مثلا تقنيات التعليم مثلا، علشان نقارن هناك نفسه. أيوة، نبحث. أيوة، يعني لاحظوا أنه في اختلاف. طبعا كل قاعدة بيانات لها طريقة في عملية الإتاحة يعني، أو المحرك حقها. أيوة، لاحظوا. بس يعني كل واحدة لها الحقيقة ميزة فيها. شوف هذا يعمل لك، ممكن تصدر النتيجة بالإكسل خلاص. أي نعم، يعني لو فتحنا هنا أصول تكنولوجيا التعليم، من تقنيات التعليم إلى التصميم التعليمي مثلا، لاحظ. شوف، لاحظ، ممكن قراءة، تبغى قراءة يعطيك تفاصيل. المشاركة، ممكن تشاركها، تحمل الوثيقة، الملخص إذا يوجد. أي نعم، يعني لاحظوا معي، هذا مثلا قاعدة المنهل. أشوف، لاحظ، على طول نقلتنا لليش، للموضوع مباشرة. أي نعم، وأنت ممكن إيش هنا، لاحظوا موجودة نفس ال، بس هذا يشغلنا ذا شوي، بنقولها شوي. إيه، لاحظوا معي أنك ممكن تحمله، ممكن تطبعه، واضح. أيوة، تحميل كامل للعدد ممكن، أنه في مجلة هذا. أي نعم، ممكن مشاركة، تعمل له مشاركة عن طريق الإيميل، تقتبس، تظلل. طبعا التظليل هذا بعض الحين قد يكون متاح وقد لا يكون متاح، طبعا حسب الخدمات المشترك فيها يعني. هذه ابرز الاشياء التي يعني، هذه القواعد ليش العربيه يعني، او يعني لكم ان تتخيلوا يعني في جميع الفنون الحقيقه. ففيها يعني العلوم الشرعيه واللغه العربيه، علوم الإنسانية بوجه عام، التربوية كذلك، وغيرها الحقيقة. طبعا بعد ذلك ننتقل إلى قواعد المعلومات الأجنبي. طبعا ما قيل هناك الحقيقة يقال هنا، نفس الفكرة. قواعد المعلومات الأجنبية ندخل عليها. طبعا عندك أنتم كما تعلمون في قواعد بيانات إنجليزية كبيرة، طبعا كلها يوجد عندها نص يبين يعني، مثل هذه في الصيدلة. نعم، يعني مثلا بعض الأحيان نحتاج هذه قواعد. لاحظوا الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين موجودة هنا، يعني أشياء كثيرة الحقيقة ممكن الواحد يدخل المتخصص يجد يعني فعلا بغيته. طبعا ولك هنا نفس طريقة البحث هناك في التصفيات، نتائج البحث. بعض الأحيان قد تحتاج أنك تدخل يعني، هنا نتائج كبيرة جدا يعني. لاحظوا كم الأسماء، بدايات القاعدة مثلا، لو قلنا W نأخذ، ويمكن يطلع لنا وايلي مثلا. أي نعم، طلع وايلي. تعرفون أن هذا يعني يعتبر من أهم الناشرين الحقيقة، ناشر وايلي. لاحظ، تدخل تشوف الكتب اللي عنده. نعم، يعني حتى بعض الأحيان كتب مهمة للطلاب والطالبات يعني. لاحظوا، عملت لنا ترجمة، لاحظوا معي، للإخوة. طبعا الإخوة اللي لغتهم جيدة بيعرفون هذا، لكن باب أنه شو اسمه الورشة أو المحاضرة عامة للجميع. فممكن لاحظ هنا المواضيع، الزراعة والتربية، الأحياء المائية والعلوم الأغذية، ممكن نضغط عليها تطلع. نعم، لحظات بس، شوف بيطلع لك إيش الموجود.
في كتب موجودة، هذا يبين لك الوصول الكامل ومن غير الوصول الكامل. نعم هي موجودة باللغة الإنجليزية، لو ما بغينا إحنا باللغة الإنجليزية تكون باللغة ليش الإنجليزية. لاحظ لو دخلنا مرة أخرى عليه على وايلي، صوت أعتقد إن شاء الله أنه واضح، يعني يمكن بعض الإخوة عندهم فيه مشكلة في الإعدادات، هذه مسألة ثانية، يعني الإعدادات الخاصة. أي نعم تشوفون هذه كلها طبعا فروع لليش للعلوم، ممكن أنك تصفح الكتاب، ممكن هذه الكتب متاح يعني لكم من تتخيلوا، يعني لو ربط طلابنا مثل هذا شيء فظيع، أو يصل الباحث فعلا الكتاب نفسه، هذا شيء كبير الحقيقة. لاحظوا أنا الآن دخلت على الكتاب، يعني موجود، أيوة ممكن حتى أنك تتصفح الكتاب، يعني كل هذا شيء الحقيقة يعني كبير كبير جدا. لما تبحث أنت في قواعد المعلومات طبعا تبحث بنفس الطريقة التي ذكرناها في قواعد العربي، يعني نفس الأسلوب ونفس يعني القواعد هذه، تختار قاعدة من القواعد مثلا وتختار مثلا الكل، نرجع مثلا أيوه نختار مثلا تلاحظ كذا أيوه ممكن تبحث. نعم بل إن بعض القواعد، في قواعد يعني فيها أفلام موجودة، يعني عمليات جراحية، لاحظوا هنا موجود أيضا تصميم وما يتعلق به، لكن لاحظوا معي هنا بعض القواعد الموجودة، لاحظ قواعد الأجنبي أيوه يعني تجد هناك قواعد مهتمة بالأفلام العلمية، الأفلام العلمية موجودة في بعض القواعد، أنا كنت اطلعت عليها قبل فترة لكن لبعد التخصص طبعا، فما نهتم كثير بها ولا بأسمائها، لكن المتخصص يجد بغيته فيمكن أنه يبحث عنها ويجدها يعني مباشرة. يعني مثلا لو نجي طبعا هناك، طبعا هنا ممتاز جدا البحث يعني الموحد، البحث الموحد هنا مهم جدا، يعني ممكن انك تبحث بحث موحد، يعني مثلا قلنا مثلا رياضيات بحثة مثلا معلش لما ان شاء الله السبرينج كويس سي، لأنه ليس تخصص الحقيقة. نعم نعمل بحث مثلا، لو نبحث في الرياضيات البحثة مثلا، شوف النتائج، شفت نفس القضية طبعا النتائج هنا، بس النتائج هنا تكون قوية جدا، يعني انت تخيل لاحظ الرقم ليش، لأن قلنا في البداية يا إخوان أنه المحتوى العربي مختلف عن المحتوى ليش الأجنبي. نعم فلاحظوا معي هنا، شوفوا النتيجة يعني مهولة، يعني وين الرقم كبير جدا جدا. أيوة طبعا أنت تستطيع من خلال الطريقة اللي قلنا لكم يا إخوة، شوف لاحظ هنا كم مقالة في دورية، يعني أكثر من 382 ألف رسالة علمية في 41,356 رسالة علمية، كم منشور يعني فيه 39,433 فصل في كتاب شابتر، هذا يعني كم، هذا 27,116 كتاب إلكتروني، فيه 16,000 كتاب إلكتروني، ويلا تبغى زيادة مزيد موجود. في الحقيقة يعني ممكن أنك آخر 12 شهر، آخر 3 سنوات، يعني آخر يعني ممكن يعطيك هذا
يعني تستفيد الرياضيات، العلوم التطبيقية، يعني هذه ممكن في جانب الهندسة يعني يكون ألصق البحوث بجانب الهندسة ب 85,000، العلوم الفيزياء، علم الاقتصاد وخذ. فيعني الحقيقة شيء مهول جدا. طبعا أنت ممكن تدخل عليه وتعمل له أي مثلا هذه النتيجة تدخل عليها. لاحظ موجود متاح الكتاب، ممكن تطلع عليه، تبغاه PDF موجود. اي نعم، يعني شيء يقول هنا اذا انا معلم اقدر استفيد من المكتبه الرقميه؟ ما يمكن الحقيقه اذا كان في التعليم العام، لا ما يمكن. يعني طبعا الى الان لا زال الامر متاح بالش اسمه عن طريق الجامعات، لكن انت ممكن تكون طالب دراسات عليا مثلا، فممكن تستفيد من هذا الخدمة. لكن أما لابد أن يكون عندك يوزر رقم اسم مستخدم، هو يوزر يعني خاص فيك في الجامعة، لأنه مهم في حقوق ملكية، ما يعني مهم جدا، يعني ما هو مسألة يعني التحميل والأشياء هذه لها حدود معينة، لأنه لما يكثر التحميل بيكون فعلا فيه نوع من يعني عدم المصداقية في جانب البحث. يعني واحد يحمل لي من كل علم وكل، معناته أنه ما هدفه هدف علمي. بالتالي لابد من ضبط هذه، ونعرف يعرف فعلا من كم حمل اليوزر هذا، كم حمل هذا اليوزر. نعم، يقول دكتور عندي استفسار، لماذا لا يتاح استخدام المكتبة الرقمية خارج السعودية لكي يستفيد منها المبتعثين؟ أنا أعتقد أن المبتعث إذا كان مع جامعته ممكن ينسق انه ايش اسمه مباشره يبقى له اليوزر حقه، وطبيعي جدا يعني ما عنده اي مشكله، ممكن ينسق مع جامعته ويستفيد منها. طبعا يكون التنسيق مع ايش اسمه، يمكن التنسيق مع العماده، ماده شؤون المكتبات، ترتيب الموضوع هذا بحيث انه ينسق مع الدراسات العليا ويستفيد الشخص استفادة كاملة، بحيث أنه أصلا طبيعي جدا يدخل من أي مكان من جوجل على الجامعة، على موقع الجامعة، ثم يعني يدخل مباشرة بيوزرة إذا كان مفعل، فهذا مهم جدا. نعم، طبعا يقول هل هناك وقت محدد لما تفتح المكتبة؟ المكتبة بالنسبة لنا احنا نتكلم عن المكتبة الرقمية مفتوحة 24 ساعة، يعني ما انت ما لك يعني اونلاين كله الشغل، فما عندنا مشكلة فيه. نعم، اما بس بالنسبة لعمادة المكتبات، تفتح المكتبة من الساعة 7:30 الصباح الى الساعة 6 مساء. اما بالنسبة ليوم السبت فهو خاص للنساء، الأخوات الطالبات أعضاء هيئة التدريس ممكن يستفيدون من خدمات المكتبة من الساعة 9 صباحا إلى تقريبا الساعة 2 الظهر. نعم، طبعا هذا نفس الإشكالية، يعني عفوا نفس الفكرة، نفس فكرة الإيش البحث طبعا، لكن هنا طبعا لما قلت لكم انه البحث هنا يصير بحث يعني حقيقة كبير جدا، لأنه الحقيقة القاعدة قوي، لا محرك البحث يعني محرك قوي، فيبحث الإنسان. طبعا أنت ممكن تختار المناسبة لكم، يعني أنا يعني الواحد ممكن حسب تخصصه يدخل ويختار في الفيزياء مثلا، في علم الأحياء، في غيرها، يختار القاعدة المناسبة له ويبحث عن موضوعه. وقلت لكم البحث الموحد من هنا ممكن يعطيك شيء كبير جدا، ممكن أنك تدخل على نفس ليش القاعدة وتعمل بحث عن الجزئية التي تريدها. نعم، طبعا البحث في الأجنبي يكون كبير ونتائجه كبيرة. ننتقل بعد ذلك يا إخوة، طيب ننتقل بعد ذلك إلى الكتاب اللي يكون التي تليها، الكتاب ليش أو الكتب الإلكترونية. نعم، هذه أيضا خدمة توفر لك الكتاب الإلكتروني، طبعا هي نفسها قريبة جدا من يعني
السابقة. يعني مثلا لو أخذنا الاس هذا ممكن نحصل بعض الناشرين الأقوياء مثل سفاري. أي نعم، هذا ناشر معروف يعني قوي وكبير. نعم طبعا هنا يطلب لنا الدخول، في مشكلة في الدخول ممكن لفترة. أي نعم، يبقى هذا خيار الوصول عن طريق ليش الجامعة. ممكن هو يدخلك إلى عن طريق تدخل يوزرك من هنا ويدخلك على الجامعة. وهذا يعملونه بعض دور ليش بعض المحركات، بعض قواعد البيانات يعني باب الاحتياط. وبعض الأحيان تكون الجامعة نفسها أصلا ما طلبت، وهذه مسؤولية تتحملها في رأيي الأقسام العلمية. طبعا إحنا أيها الإخوة أرسلنا لجميع الكليات طلب قواعد المعلومات اللي يحتاجونها في التخصص، وهذه مهمة جدا، لأنه يعني المكتبة الرقمية السعودية حريصة أنها توفر الخدمة. لكن بعض الأحيان ما يكون عندهم يعني طلب، مثلا قد يكون قاعدة بيانات طالبين منها جامعة أو جامعتين، يعني من الصعب أنك تدفع فيها فلوس ويعني ما تفتح. لكن لما يجيني والله 5 6 7 8 جامعات تطلب مثلا هذه القاعدة مثلا، ولا سبينجر هذا مثلا أو غيرها مثلا، تلاقي إنه في إمكانية. فإحنا الحقيقة يمكن قبل 2 أو 3 أرسلنا من عمليات شؤون المكتبات طلب لجميع ليش الكليات بأنهم يرسلون لنا قواعد البيانات. قواعد البيانات ولا نقصد بها الكتب، يعني بعض يرسل يقول الكتب أو يستفسر يقول الكتب التخصصية، لا هذه مسألة أخرى. لا إحنا يعني نريد نوفر القاعدة في البيانات التي تريدها الكلية، مع أن إحنا نحرص الحقيقة في عمل شؤون المكتبات أن نوفر يعني جميع ال شو اسمه القواعد البيانات. نعم طيب، يبقى عندنا هنا ننتقل إلى طبعا طريقة أخرى في البحث. ودنا نلم الموضوع بسرعة، الرسائل الجامعية. طبعا الرسائل الجامعية قلت لكم ذكرت لكم أنه يعني المكتبة الرقمية الآن بدأت تلزم الجامعات السعودية الداخلية بأنها ترفع الرسائل القديمة والرسائل الجديدة. لكن طبعا هذا يحتاج إلى جانب معين من جانب الأذونات اللي هي حقوق الملكية، وإحنا شغالين في هذا الملف إن شاء الله يظهر بشكل جيد إن شاء الله. ولكن مع الجديد إن شاء الله كل ما يناقش بإذن الله سيطلب منه أن يرفعها عن المكتبة الرقمية السعودية، أقل شيء يرفع مقدمات البحث وخاتمته وما يتعلق بها أو يتيحها بشكل كامل. لاحظوا عندي الملحقية الثقافية بأسترالي مثلا، لاحظوا هذه بحوث الطلاب السعوديين موجودة، يعني كمية كبيرة جدا ممكن تدخل عليها ممكن تطلع عليها. خلاص يعني مثلا هنا في الملحقية معطيك كم عندك، 256 رسالة دكتوراه، فيه عفوا ماجستير، فيه دكتوراه كذلك، ويعطيك أيضا كل ما يتعلق بها تفاصيلها. فهذا أيضا إيش مثلا في المنظومة، شفتوا كيف جتنا المنظومة هنا، الحقيقة فيها شغل كبير جدا يعني، فهي موجودة. أيضا بنك المعلومات العربي برضه، وهذا برضه أيضا من البحوث المهمة يعني. لاحظ أيوة يعني شفت كيف، يعني مثلا كويس إن فتحنا عليه إنه مهم جدا الحقيقة. يعني خذ الجامعات مثلا كلية العلوم الجامعة الأردنية، يعطيك كلية الزراعة مثلا في جامعة المنيا، وهكذا يعني. عرفت في يعني كمية مهولة، وشيء يعني الحقيقة يبعث على السرور والاطمئنان. يعني لاحظوا حتى الجانب الصحفي، يعني المقالات الرسائل الأبحاث العلمية الدوريات المحكمة المؤتمرات، يعني الحقيقة شيء يعني يثلج الصدر، ويعني يتيح فعلا نهضة بحثية كبيرة جدا يحصل فعلا الباحث فيها على معلومات وافرة عن ما يحصل في موضوعه أو ما كتب حوله أو ما يمكن أن يستفيد منه.
طيب ننتقل بعد ذلك إلى هذا الأرشيف طبعاً لبعض القواعد أو المعلومات القديمة، الأشياء اللي يعني خاصة في الجانب الأجنبي موجودة، يعني هذه مثلاً قاعدة هي يعني متخصصة يعني أصبحت لكنها قديمة، يعني تعتبر بعض يعني لاحظوا من عام 1967 إلى 2006، يعني تعرفون أنه التطور التقني جاي متأخر، فبالتالي هم يعني جمعوا البحوث التي متعلقة بهم وحاولوا أن يجمعونها بحيث أنها تتاح مراقبنا يعني. فهذه موجودة عدد من القواعد ممكن الباحث إذا احتاج إليها، يعني العلوم تختلف الحقيقة، في علوم يعني ما تحتاج القديم، لكن فيه علوم لا لها نوع اتصال يعني بحوثها الجديدة بالبحوث المتقدمة. طبعا ممكن يكون هناك ليش التصنيف، بحث بالتصنيف الموضوعي، وهذا نبغى نمر عليه ونعرج بشكل سريع. طبعا هنا ممكن حسب تخصص العلوم الاجتماعية مثلا، ممكن واحد في الحاسب يدخل يجد القواعد المتعلقة بالحاسب اللي ممكن تخدمه يبحث فيها. نعم لاحظوا، نعم حتى المكتبة الرقمية السعودية موجودة، نعم كونها يعني بس مزود فقط. أي نعم الكتب، تبغى البحث في الكتب، نعم ممكن تبغى قواعد معلومات يعطيك هذه، هذه متخصصة في الكتب فقط، قواعد معلومات. نعم ممكن تطلع المكتبة الرقمية السعودية أكيد، نعم بتطلع 100%، نعم موجودة موجودة. هذه كلها قواعد معلومات وطرق البحث فيها كما ذكرنا. مثلا الهندسة، الطب مثلا، يعني تجد كل القواعد التي تهتم بالقواعد الطبية في فنون الطب موجودة هنا. نعم وزي ما ذكرت يعني إذا كان هناك باحث أو باحثة لديه يعني، شوفوا هذه مثلا ما ودنا نفتحها، لكن ممكن عملية يعني موجودة، التشريح موجود هنا، يعني ممكن أنك تدخل وتشوف حتى بعض الأحيان أفلام موجودة يعني لعملية التشريح. يعني الحقيقة هذه بالتخصص، هذه بالتخصص. طيب ننتقل يا إخوة، بقي عندنا بعض المتعدد التخصصات، هذا مثلا بعض الحين ما يكون واحد يسأل في جزئية هذه تخدمه، هذه ليش القواعد يعني، يعني مثلا هذه تجدها في الأغذية في كذا في كذا، يعني الحقيقة قواعد قوية ومفيدة ويعني نافعة بإذن الله تبارك وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى القواعد، دقيقة واحدة. نعم نعم طبعا هناك طبعا فيه يعني برضو قواعد معلومات بعض الأحيان تكون بس تجريبية فترة، يعني الفترة يعني يبغون الحقيقة الإخوة سعادة المستشار الدكتور سعود الحقيقة هو المشرف على شو اسمه المكتبة الرقمية السعودية، الدكتور سعود الحقيقة حريص، حريص أشد الحرص فعلا على أنه ينهض بالمكتبة الرقمية السعودية جزاه الله خير. والدكتور أيضا قبله كذلك كان عبد الحميد، الدكتور عبد الحميد كذلك كان له جهد كبير جدا، لكن الحقيقة يريدون بعض الأحيان هم يطرحون مثلا قواعد جديدة، القواعد الجديدة هذه خاصة يعني للتقييم، يعني حتى بعض الأحيان بعض الأقسام يقول لك ما عندي مثلا، ما أدري والله يعني أنا أعرف الأول بس هل في شيء جديد؟ نعم ممكن تدخل على هذا الأيقونة وتشوف إيش اللي ممكن إنه إيش يخدمك في هذا الجانب، يعني إيش المتاح. بعضها بعض الأحيان تكون متاحة وبعض الأحيان تكون مقفلة طبعا، يعني لاحظوا هذه أشياء تجريبية، لا زالت تجريبية، يعني ممكن يعطون تعطي أنت كعضو هيئة التدريس إيش فكرة، وهي لا زالت يعني لا زالت يعني شوفوا عندنا مثلا هنا أربعة باقي لا زالت تحت ليش الترشيح، يعني يقول لك ممكن تعطينا مشاركة فيها ورأي، ممكن أنك تدخل عليها وتستفيد منها. أي نعم هذه الحقيقة يعني يعني تقريبا شو اسمه
فكرة ومختصرة عن المكتبة الرقمية السعودية، مراعاة للوقت الحقيقة، ونتمنى إن شاء الله أن نكون أفدنا فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والإعانة. يبقى هناك يا إخوة مسألة مهمة جدا ودي أنبه عليها، اللي هي هذه الأيقونة مهمة جدا، اللي هي عملية إيش الدخول على مسألة التدريب. التدريب الحقيقة فيه شهادات معتمدة ومصادرة من المكتبة الرقمية السعودية، والشغل كله مجانا يعني، فيعني بس الواحد يخصص وقت يعني للدورات التدريبية التي تقدمها ليش المكتبة الرقمية. وأنا والله حقيقة سعدت يعني، وجدت أعضاء هيئة التدريس عندنا في الجامعة الحقيقة متفاعلين تفاعل كبير جدا بهذه الدورات التي تقدم، فتمنى الحقيقة المشاركة فيها، وإحنا نقدم لكم الخدمة إخوتي الكرام. أخوكم عبد الله بن سعيد الناصر عميد شؤون المكتبات، وكل الزملاء الحقيقة في العمادة، نحن نقدم الخدمة ونسعد والله بالملاحظات، ونسعد بكل ما يطور العمل ويقدم الخدمة بالشكل المناسب، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة. أنا حقيقة أخص بالشكر كل من قاموا على هذه الدورة الحقيقة وعلى هذه الإتاحة، وأنا أشكر الجميع لحضورهم ومشاركتهم الفاعلة الحقيقة، و يعني أتوجه بالشكر لعمادة التطوير والجودة وللدكتورة أيضا زهبة الرايزة الحقيقة، هي من بذل جهد كبير جدا في تنسيق لهذه الدورة. أشكر الإخوة والزملاء في عمادة التعليم الإلكتروني، أشكر جميع الجهات التي أتاحت لنا الفرصة، وأي سؤال أو استفسار، وإلا ننهي الجلسة بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.